حملة بدل ما تستورد ولد، هي حملة بلشوا فيها 25 طالب من جامعة البوليتكنيك، وهدفها استغلال كل ما هو موجود من طاقة متجددة وبالأخص الطاقة الشمسية لتغطية كمية احتياجات الأردن من الكهرباء. عبد الله معانا اليوم، هو واحد من مؤسسين هاي الحملة، راح يحكي لنا أكثر عن الموضوع. يسعد لي هالمساء. الله يمسيك. كيف حالك؟ الله يخليك. مرة تمام؟ تمام الحمد. أول مرة طلعت تلفزيون صح؟ رهيب حلو. طيب عبد الله احكي لنا، حملة بدل ما تستورد ولد، ايش هي هاي الحملة؟ عن ايش تحكي وشو اهدافها؟ حملة خطرت عبالنا طبعا بداية هاي السنة، سنة 2017، بتهدف لتعديل الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمادة 10B. مادة 10B ايش بتحكي؟ أيوة. المادة هاي طبعا بال 2015 كانت بتسمح للمواطن انه يولد بس كمية اللي بحتاجها في البيت مثلا أو في شركة، أو هذا الكمية اللي محتاجها فقط. في 2016 تطورت وصار أنه بيقدر يولد قد ما بتسمح له الخلايا الموجودة. حلو. اللي ركبها هسا، وبتجبر الشركات أنها تشتريها الكمية الفائضة. طبعا مين بيجبر مين؟ القانون بيجبر الشركات أنه تشتري الكمية الفائضة اللي ولدها المواطن. بتجبر اي شركات؟ شركه الكهرباء. الكهرباء او شركه الكهرباء. احنا بنحكي عبد الله عن اللي هي الخلايا الشمسيه، الخلايا الشمسية خلالها بتصير توليد الكهرباء. فالقانون احنا تعدل بال2015 اللي هو لحتى يصير انك انت ممكن تولد زياده عن حاجتك. بال2016 صار بتولد زياده عن حاجتك وتبيعها. تمام. وهسه بالوقت الحالي يعني موجوده، هي هذا الشيء موجود، بس انه شركه الكهرباء بتدفع لك 10% من الكميه الفائضه بس. لما تشتريها منك بس نسبه 10%. بالضبط. احنا الهدف من الحمله انه تشتري الكميه 100% وتدفع لك حقها 100%، بما انك انت عم بتولد الهاي الطاقه. طيب عبد الله احكي لي عن مؤسسين او القائمين على الحمله تبعتكم، مين انتم؟ هاي الحمله احنا طلاب هندسه من جامعه البلقاء التطبيقيه، كليه الهندسه والتكنولوجيا المعروفه البوليتكنيك. بدينا فيها زي ما قلت لك في 2017. كلنا يعني ما في يعني دعم من عنا من جوا الجامعة يعني كان بس، والحمد لله يعني إن شاء الله تمشي يعني. فمجموعة الطلاب، مجموعة الطلاب هي هندسة، أغلبنا هندسة كهرباء وطاقة متجددة. هي مشكلة بالهندسة بس الأغلب إنه طاقة متجددة. طبعا. وهندسة. طب كيف خطرت لكم إنه الفكرة إنه تمشوا بهذا المجال؟ أساس زي ما إحنا شايفين الأردن كلها يعني في عندها مشكلة في الطاقة، وبتستورد 97% من الطاقة. هسا احنا وكونا يعني عضو في المشكلة هاي حبينا نحلها يعني. بس انت شايف انه اذا انت بتخلي الحكومة او شركات الكهرباء انه بدل، حسب ما انت بتحكي انا بصراحة بعرفش القانون هاد، انه هلا هي بس صححني اذا انا فاهم صح، انه هلا انا عندي خلايا فوق ولدت طاقة زيادة عن حاجتي بقيمة 1000 دينار. بالزبط. الشركة بتشتريها ب 100 دينار، 10%. بالضبط. هسا احنا الهدف منها انه مثلا انت ركبت خلايا عندك وبدك تبيعها، هسا اذا دفعت لك شركة الكهرباء 10% انت راح تكسل او راح ترفض انك تركبها اصلا هاي الخلايا. اوكي. فهيك انا لا شجعت على توليد طاقه ولا حليت مشكله الاردن ولا حليت اي شيء. فانت شايف انه يعني فانت شايف انه لو هذا القانون بيصير 100% انه يندفع للمواطن او للشركه الخاصه اللي مركبه خلايا شمسيه، لو يطبق قانون انه تصفي شركه الكهرباء تشتري 100 بقيمه 100% راح الناس تتشجع. بالضبط. طبعا انت يعني منطقيا يعني. حلو حلو. انا بدي امشي معك بالموضوع. طب لا نفترض هذا لشخص قادر انه يدفع له تقريبا هلا يعني بيت فاتورته 60 ليره زمن، بده يركب جهاز ب 4-5000 ليره، صح؟ بالضبط تقريبا. حلو. يعني طب هلا لبني ادم مش قادر انه يدفع 5000 دينار، هذا كيف بدك تشجعه انه يبلش بعمليه يعني؟ هلا في قروض في قروض صفر فائده. اوكي. تمويل 100%.
ضمناتها بالضبط يعني مش واضحه لحد الان. بس اوكي فهمت. بس هو شوف يزيد برضه خلينا ناخذها من زاويه ثانيه، انه ممكن يامن مصدر دخل، يعني هو استثمار ممكن يامن مصدر دخل زياده، ممكن هو بالنسبه هلا يعني ممكن يكون هذا مشروع زي ما انت عم تحكي. بالضبط مشروع، احنا لازم نشجع هذا هاي المشاريع. ممكن واحد عنده ارض في يعني مكان الشمس فيه قويه بشكل عام، اصلا الاردن جاي على حزام شمسي يعني قوي. طب عبد الله، هي هلا الحمله هي عرفنا اهدافها انه حتى تشجع الناس على تولد الطاقه، وانه بالنهايه كمان لما يكون اللي هو المجهود على مستوى الاردن هذا الحكي كمان بيساعد انه نحمي البيئه ككل. هلا شغله مهمه كمان، انتوا جماعه متطوعين، الاشخاص اللي بتحب تتطوع معكم بهاي الحمله كيف؟ الباب التطوع مفتوح لاي شخص طبعا. في عنا صفحة على الفيسبوك اللي هي بدل ما تستورد ولد، وفي برضو بروفايل بدل ما تستورد ولد. جميل، راسلونا عليه. باب التطوع زي ما قلت لك مفتوح لأي شخص كان يعني. حتى لو ما كان مهندس، ما كان طالب، ما كان هذا، بالعكس أنا يعني هدف حملتنا برضو أنه نكسب تأييد يعني قد ما نقدر من الشعب، من المواطنين، من نواب، من وزراء. تمام. طيب هلا بما انه انتم هدفكم اصلا بالاساس المجتمع المحلي وتشجيعه على اللي هي الخلايا الشمسيه، كيف شفتوا ردة فعل الناس، او هلا بلشتوا تحكوا مع الناس بهاي المواضيع وكيف ردة فعلهم؟ في فعاليه طلعوا بعض جروب من عندنا على الجامعه الاردنيه مركز الطاقه المتجدده من الدكتور احمد السلايمه، كان من المؤيدين لنا ومحالف للحمله طبعا. استفسرنا على اكثر من شغله، وفي بعض الدكاترة من عندنا من الجامعة اللي هم بأخصائيين طاقة متجددة برضو محالفين لنا، الحمد لله يعني كبداية ممتازة. جميل، حلو. طب عبد الله، كلياتنا بنعرف إنه الأردن هلا رائدة في مجال الطاقة المتجددة، عم تكون عربيا، وعم نشوف إنه حتى تشريعاتنا من 3 سنين عم نشوف إنها تحسنت. صح. على ما في جمرك، ما في ضريبة على على الأمور هاي كلياتها. أنت كيف بتحس أنت ومجموعة هالطلاب، وخلينا نحكي حتى المتطوعين اللي رح يجوا معكم، كيف أنتوا رح تخلوا هذا القانون يسير؟ يعني شو الفعاليات اللي بتعملوها؟ كيف ناويين تضغطوا على الحكومة أو على الجهة المشرعة على هيك قانون؟ طبعا الضغط 100% راح يكون اقوى ضغط، يعني هذا هو الضغط التأييد بشكل عام. المواطنين اكبر عدد ممكن، قلت لك نواب، وزارات، بعدين في امثله عندنا قويه في الاردن زي الجامعه الهاشميه فاتورتها هلا دينار بعد التركيب هذا، يعني كان شيء ممتاز. حلو. يا سيدي احنا ان شاء الله اذا الحمله فيها خير وفيها تشجيع لتوليد الطاقه، كل الدعم لكم وكل التوفيق. ان شاء الله. بدي اشكرك عبد الله، نورتنا انت اليوم بالصدق. الله يخليك يا رب.